يلا. يلا. أكل ضربي على راسه، انتبهوا، ارفعوا يلا. عجلوا زكاتكم. عجلوا عجلوا. انزل سوق انت فينا. لوين اختي؟ على المشفى. ريح حالك، احنا بنسوق. يلا بسرعة. بتعرف تسوق منيح عزيز؟ يمكن مرتين سرقت سيارة ابي وجربت سوق بس. اخرس ودعس بنزين ولك. يلا يلا. يا ربي دخيلك، شو ذنبي اخذوا لي السيارة؟ والله راحت علي. وقفوا يا كلاب، لا تهربوا يا كلاب. جبناء. واقف 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 واقف. زين واقف زين. يلا بسرعة. نيفين نيفين لوين؟ لوين رايحين؟ شو بيعرفني لشوف آخرة هالطريق؟ هدول ما رح يوقفوا، والألعن من هيك سيارتهم قوية،
على هالحالة رح نضيعهم. لك اسرع شوي توفيق، عطيها بنزين دعاس. المشكلة ما عم تمشي. يلا أوز. بسم الله. بسم الله. عم يقوصوا علينا، قوصي عليهم. أعطوك المسدس لحتى تخبيه. كلهم كمرصاصة، بديش أضيعهم، خليهم بيلزمونا بعدين. شو بدك يخرقونا ونحن قاعدين؟ لك يلا أوصي. إذا بدك خليني أسوق عنك وأنت استلم المسدس. حاجة مسخرة. لك شو صار لك؟ أوصي عليهم بقى. أوصي رح يقتلونا. أوصي عليهم يلا. لك أوصي وخلصينا. لك يا أما بتأوصي يا أما. اخرس وتطلع قدامك. بدك هون يقتلونا؟ انتبهي انتبهي. شو هالمعلمية؟ برصاصة نهيت يا الشغلة. برافو عليكي حسنة صغيرة، بترفع بلاوي كبيرة. شو يعني؟ هذا مثل عربي، هذا المثل احنا بنقوله بس. وانتي طبقتي المثل اليوم.